معكم مريم، راح نحكي اليوم على المنتج الجديد من الانسايت اللي هو الهير فيلر سيروم. المنتج هذا يتكون من الماسك الاول اللي هو الهير سيروم، والمنتج الثاني اللي هو تريتمنت. كيف طريقة استخدامه؟ هو منتج مركز يصلح الشعر من اول استخدام. نتيجته من اول استخدام الزبونة بتشوف اللمعة والعلاج من الاستخدام الاول. اول شيء نستخدم اللي هو الهير سيروم، اوكي، نحطه على الشعر بعد الشامبو الكلاريفاينج شامبو، نحطوه على الشعر من 8 ل 15 دقيقه، ومن بعدين نشطف بالماء ونحطه. المنتج الثاني اللي هو الماسك تريتمنت يعيد ترابط الشعر ويقوي ترابط الشعر المتكسر من العلاجات الكيميائيه كسبق كبروتين، لانه يعني كثر استخدام العلاجات الكيميائيه على الشعر بتكسر الشعر وتنشفها. احنا عملنا الهير الفيلر سيروم اللي هو بيغلف الشعر وترطيب عالي، ومن بعدين نعيد ترابط الشعر ونغلفها. اثنين، فينا نستخدم المنتج كطريقه ثانيه اللي هو نخلط الهير فيلر سيروم مع الماسك تريتمنت، نحطه 8 جرام ب 8 جرام او ملعقه بملعقه على الشعر، ونتركوه من 8 ل 15 دقيقه الشعر يصير فيها ترطيب وتغليف واعاده بنيه شعره. وبنفس الوقت الزبونه من اول يوم راح تشوف النتيجه، ويفرق معاها الملمس نتاع الشعره، ما عاد خشن، ما عاد ناشف، وحتى التشابك بيروح.